اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة بسطت رزقنا وكبدت عدونا وخذلت عدونا ونصرت جندنا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الحمد كثيرا كما تجزي كثيرا لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة لا ريب فيها حق وأنك تبعث من في القبور اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء فرد سوءه في نحره اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا واستقرارنا بخير اللهم فوفق وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أحسن أحوالهم وأرخص أسعارهم وجنبهم الفواحش والفتن اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى واجعل أعمالهم في رضاك وهيئ لهم بطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعد علينا
صلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى